كما تركنا مشوار الشرقية. من قال لك اني انا كنت بجي هنا ولا بروح للشرقية اصلا؟ من يوم لاخر تتسع رقعة المتابعين والمهتمين بالسينما السعودية، ومن دولة لاخرى تفرض الافلام السعودية نفسها في المهرجانات الفنية كافة، كما تحظى باحترام الجميع. اهتمام اعلامي مصري كبير بعرض الفيلم الروائي السعودي اخر زيارة بسينما زاوية بوسط القاهرة ضمن أفلام الدورة الرابعة من برنامج أيام القاهرة السينمائية. معنى كده أن السينما السعودية ابتدت تخرج من الإطار المحلي اللي هي فيه، أن هي تيجي وتتعرض هنا والجمهور المصري يشوفها، فتبقى الرقعة كبيرة أكبر بكتير، لأن بالتأكيد أي صانع فيلم لما بيعمل فيلم يهمه أن أكبر شريحة من الجمهور تشوفه. آخر زيارة هو أول فيلم روائي طويل للمخرج السعودي عبد المحسن الضبعان من إنتاج المملكة العربية السعودية، ويستعرض الفيلم في مدة 76 دقيقة قصة مألوفة عن توتر علاقة أب مع نجلي في مدينة الرياض، فتتسع الفجوة بينهما. هناك تطور حاصل كبير جدا، كمان مع وجود تدريس للسينما في السعودية، مع وجود قاعات عرض جديدة كبيرة وحديثة، ده هيخلي عدد كبير من الشباب يهتم أكتر بالسينما. وعلى ما أظن أن احنا خلال العشر سنين اللي جاية هنلاقي مخرجين سعوديين كبار ومهمين قوي. الفيلم حصل على العديد من الجوائز، من أبرزها جائزة لجنة التحكيم بمهرجان مراكش السينمائي الدولية في عام 2019، كما كان له مشاركة متميزة العام الماضي في مهرجان السينما الدولية بجمهورية التشيك. لقناة الإخبارية، محمد عبد الحكم، القاهرة.